يومك. وانت كيفك؟ وانت كيفك؟ I am okay, thank you. شو اخبار دراستك؟ ماشي حالي. وين؟ زي العمل. افتح التيفي نشوف شو فيه. من مآسي عصرنا اليوم التي نسمعها تلوث أسماعنا هذه الكلمات التي لا أصل لها في اللغة العربية، هل من سبيل إلى ما وصلت إليه لغة القرآن؟ سكر يا زلمة. كان لغة عربية كان. هذه اللغة ماتت من زمان. اللغة العربية. فجأت لنفسي بدأت عصاتي وناديتكم فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. ولدت وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما دقت عن آل به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء المخترعات؟ أنا البحر في أحساه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم إن عز الدواء أساتي فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أنت حين وفاتي. أرى رجال الغرب عزا ومنعة، فكم عز أقوام بغير لغاتي. أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب ناعب أنادي بوادي في ربيع حياتي؟ لا تسجرون الطير يوما علمتم من تحته من عثرة وشتاتي. Thank you.